شوف 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 هذا الخبر هذا الخبر هذا ماشي خويا منين غادي فين غادي نوقفوا خويا علي هذا ديالكم يا خويا الكبير هذا مسكين صاحبي اشوفوا كاش قوم دادا امي محمد الموزداد في 52 و 88 مات 88 مات هاد الكرياج هذا راه كان على بيزان ملهي وحيدوه وداروه من لنا بالاذن ديال المدير واللي باع لهم الطريق اشوف هاد الروضه عييت ما نشكي ليه عندها شي باب هاد الروضه ولا والو لا ما عندهاش الباب هما سدوه هما سدوه هاد الباب هذا شوف هاد الكلاب هادو انت شوف هادو واش الكلاب في الروضه صاحبي ها الكلاب في الروضه شوف هادو هادو في الكلاب هادو في الروضه ها اسمع ها واش الكلب في الروضه هذا ماشي قبر هذا واش هذا قبر ولا ماشي قبر هي هادوك هما اللي حبسوهم هذوك اللي مبنيين اللي مبنيين هما اللي حبسوهم هما انت الحجر ها تيحيدوا القبر خاص تيحيدوا القبر ويزيدوا هما الداخل راهم محيدين الداخل تحيدوا حيدوا القبور وزادوا الزرب المطلب ديالكم اخي عادل اي حيد هذا الكرياج هذا وحيد النقيو هذا فين نفهم الحي والرحيم مع العائله ديالنا واش كانت هكا هاد المقبره شحال عندها دابا معاك ويلي راه سنين 63 سنه وانا ساكن انا هنا ما عمرو كان هاد الشيء هذا هنايا ما عمر زبنا وزاد فيها لا شي ما عمرو اخي الحبيب داروا لا شي حاجه ولا شي سنه ما عمر زاد فيها شي واحد هو تقول اخي هادي حبسوا كل سنه راه كيتبدلوا المقابر ايوا هي راه ما بقاش شي... بقى يدفن فيها حد ما بقى يدفن فيها حبسوها ولكن اخر واحد تدفع فيها تدفن فيها هذاك ولد عزيز شحال من عام دابا ما نعرفهاش شحال هادي كون فيها شي 40 عام ما كملاش دابا هاد الكرياج هذا راه كان هنا كان على عند البيزانه هذا الكرياج ديال البيزانه هذا وحيدوه وداروه هنا شوف انت الزيتون اللي مزروه شوف انت فين مشيتي انت على حساب هذا الشيء باش عند من مشيتي بالضبط السلطه مشيت لعند الرئيس البلدي درت له شكايه شحال هذه من فوق درتيها وراه من 2022 في شهر 1/13 من درت له شكايه وجاو وشافوا التقنيين هنايا وشافوا هادشي قالوا ما يصلحش هادشي هذا حيد هادشي واش دخلنا لك بالله هادشي هذا شوف 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 هاد العفن هذا شوف 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 هاد العفن هذا فين هذا ماشي روضه هذا ماشي قبر هادو ماشي قبور هادو دابا قبور هادو ماشي قبور هذا ماشي قبر هذا ماشي حد هذا ها ما تخاف ها هذا ماشي حد هذا شوف دابا المطلب ديالكم توجيب بوحدك ولا حتى الساكنه خصها طريق ايوا لا بد وهادو هاد الخبر واش انا هادو كاملين العائله ديالي انا الناس ديال لوزين وتخيزا ديال هنا ديال الدوار ديال الدوار هي العائله ديالنا هنايا اذا تيجيو الناس يزوروا دابا هنا ايوا لا بد وفين خلاو لهم فين يزوروا اصاحبي فين خلاو يزوروا ويلي فين خلاو هاد شوف الزيت هنا وفين فين مزروع في وسط من اجل لان زيت زيت هاي زيت واش هاد الزيتون ما مزرعش في القبر هذاك ها واش ما مزرعينش في القبر هنا واش هو القبر شوف شتي القبر شتي القبر واه انت هادي شنو هذا فيه شنو دير شوف انت شوف 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 زيت شوف اشنو اجي شوف لي عاوتاني داك الفران وداك الشيء اللي داروا لي قدام الدار اذا ببيع دابا نزل المطلب ديالك ان يكون باب بالروضه هما صاحبي فين سدوه الزرف هو هذا الزرب هذا راه ما كانش واش شاريين القبور صاحبي واش القبور كيتباعوا دابا هادو بنا فوق القبور هو فوق القبور صاحبي صافا لاباس عليك هاني صحه مزيان بس اخويا داك الشيء دابا انت واش الكلاب صاحبي فوق الروضه صاحبي فوق الروضه صاحبي الكلاب فوق الروضه هاد جوج ديور فوقاش بناو
من حتى لهنا لهنا فوق القبور. صحيح. ولكن علاش ذاك القبور علاش ما شكون اللي حيدهم شكون اللي عطاهم الترخيص؟ وايلي تنتهي راه دخلات الضو دخلات ضو الماء وبانيه فوق القبور. جوج ديور هنايا. جوج ديور هذيك ما درتوش تعرض ذاك الساعه؟ اش من تعرض عينا راه عام وثلاث شهور هذه دابا وانا طالع هابط. اذا دابا الرساله ديالك الاخيره. الرساله الاخيره يحيدوا هذا الشيء هذا اللهم هذا منكر هذا شوف هذا الروضه هذه شوف واش هادو قالت لك هما راهم ماتوا حنا اللي واقفين على دم ضيقين حنايا هما هذوك راهم ماتوا هما.